السلام عليكم، موجز الأخبار من قناة الشروق، أهلا بكم. أكد رئيس الوزراء أن رؤية الحكومة الانتقالية للسلام شاملة ولن يتم فيها إقصاء لأحد، وقال في تغريدة إنه يدرك أن الإدارة الأهلية تعد من أهم مكونات المجتمع، وأشار إلى حرص الحكومة على استصحاب رؤية الإدارات الأهلية في مفاوضات جوبا. نفى رئيس المجلس السيادي إرسال جنود سودانيين للقتال مع خليفة حفتر أو أي طرف آخر في ليبيا، وأكد خلال حديثه لقناة الجزيرة أن القوات السودانية موجودة في اليمن بطلب من الحكومة الشرعية ولا تقوم بأي مهام قتالية، وكشف عن محادثات مع أمريكا بشأن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب. أكدت وزيرة الدولة بالخارجية الإثيوبية متانة العلاقات الاستراتيجية بين السودان وإثيوبيا، وقالت خلال استقبالها وفد الدبلوماسية الشعبية الذي يزور إثيوبيا إن زيارة رئيسي الوزراء والمجلس السيادي لأديس أبابا يؤكد متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية. عقدت لجنة ترسيم الحدود المشتركة بين السودان وجنوب السودان اجتماعا بأديس أبابا برعاية الاتحاد الإفريقي، وعملت اللجنة على تنفيذ توجيهات مفوضية الحدود المشتركة بإعداد تقرير شامل يحوي وصفا تفصيليا بالإحداثيات والخرائط والمستندات والوثائق للأجزاء المتفق عليها من الخط الحدودي. دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف لانتهاج الوسطية كسلوك ديني بين عامة الناس، وأشار في خطبة الجمعة بمسجد الخرطوم العتيق إلى أن الوسطية تعطي معاني الاعتدال والتوازن، وطالب بأهمية وحدة أبناء الوطن على اختلاف توجهاتهم في ظل العهد الجديد. نهاية الموجز، للمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت الشروق.net. إلى اللقاء.